طبعا يعني ما وصل إليه من تحليل ومن دلالة يبقى عنوانا مهما جدا لتحليل كل تصرفات وأداء ومنهج الإخوان وجماعتهم منذ اللحظة، منذ النشأة الأولى وحتى يعني التمدد السرطاني في المجتمع المصري، وحتى لما وصلوا تركيا الجهة الداعمة والدولة المؤيدة والحضن الدافئ، فإذا بيهم إخوان حتى النخاع حتى مع إخوانهم الأتراك. يعني خليني أروح إلى حدث إيجابي ممتاز في تصوري وفي توصيفي اليوم، حدث رياضي له دلالة إيجابية مدهشة ويمكن أن يبنى عليها، وواقع جديد في الكرة المصرية أو في الرياضة المصرية لعله يصبح فاتحة خير، وربما يعني يلقي بمساحة من الضوء والنور على عتمة التعصب الرياضي في مصر فيبددها. النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي زار مقر نادي الزمالك وقد دعاه مجلس إدارة نادي الزمالك للحضور والزيارة فلبى الدعوة. احنا قصاد مشهد حميم ورياضي صميم، وامام تصريحات بيقولها رئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب زياره مجلس الاهلي للقاهره للقلعه البيضاء ترسي مبادئ الرياضه الحقيقيه وخلق الروح الرياضيه بدون تعصب. بيضيف كابتن لبيب: الزمالك والاهلي هم قطب الكره المصريه والمنافسه بينهما شريفه، وندافع عن حقوق نادينا بصوره ايجابيه ونرفض كلمه التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وادب لان الرياضه اخلاق. عندنا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيقول إن علاقة النادي الأحمر بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل وأنها تظل راسخة وثابتة ولن ينال منها الأفراد حتى لو حدثت على فترات بعض الأمور صار أفضل يا جماعة في ظنك على لو حدثت على فترات بعض الأمور غير المألوفة أحيانا ونادرا. وأتابع كابتن محمود الخطيب أن الأهلي والزمالك يمثلان عمودي الرياضة المصرية مع أشقائهما من الأندية، وأن التاريخ الرياضي شاهد على الكثير من المواقف التي جمعت الناديين في خدمة الرياضة المصرية على مر الأجيال. خليني أسمع تعليق كاتبنا الكبير أستاذ عاطف عبد الواحد الناقد الرياضي ومدير تحرير جريدة مجلة الأهرام الرياضي. أهلا بك أستاذ عاطف، كيف ترى هذا المشهد اليوم؟ زيارة تاريخية، يعني كنا محتاجينها من 15 سنة وإحنا في انتظار هذه الزيارة، مش بس من ساعة مجلس إدارة الزمالك برئاسة الأستاذ حسين لبيب لما قدم دعوة دي بعد نجاحه في شهر أكتوبر اللي فات، لا الزيارة اتأخرت تقريبا 15 سنة بعد آخر زيارة تمت ما بين رئيسة مجلس إدارة الزمالك كان ساعتها ممدوح عباس والأستاذ حسن حمد رئيس مجلس إدارة الأهلي. زيارة بتأكد عمق العلاقة التاريخية بين قطبي الكرة المصرية. فرصة لاحتواء احنا يعني وجت في وقتها، وحتى يعني وأنت بتقول دلوقتي أستاذ إبراهيم تصريحات الكابتن محمود الخطيب والأستاذ حسين لبيب ده بتأكد المعنى ده، إنه الزيارة دي حتى لو كانت اتأخرت ففي الآخر برضك جات عشان تعيد عمق العلاقه التاريخيه بين الاهلي والزمالك وتبدا. يعني دي كانت زياره انا في رايي كانت زياره يعني فيها اقوال رائعه، ان شاء الله تحول هذه الاقوال الى افعال رائعه على افعال رائعه، يعني يكون نفس القصه بالظبط، لانه على فكره ان الاهلي والزمالك يتنافسوا جوه الملعب ده شيء رائع، وان يكون ما بينهم علاقه كويسه يعني المنافسه دي ما تمنعش. يعني انا في تقليد رائع قوي يا ابراهيم بيحصل في الكره الاسبانيه، قبل اي ماتش كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه بيكون في غذاء يجمع ما بين رئيس الناديين، سواء كان الرئيس ده ومجالس الاداره واعضاء بارزين في جمعيه عموميه ومجلس اداره ورموزهم الرياضيه يعني بنتكلم على اقوى ماتش في اقوى كلاسيكو في العالم في الظهر بيبقى رئيسين قاعدين مجتمعين بيتغدوا مع بعض وبيتشاوروا مع ده. طب احنا ليه ما نقيسش الصوره الايجابيه دي حتى عندنا؟ برضه فكره بديعه، يعني احنا شوف وانت حضرتك تدرك مدى المنافسه ما بين ريال مدريد وبرشلونه والصراع يعني الصراع الايه القوي يعني، ورغم ذلك حتى ممكن غداء ده يعني يتلغي في مره، لكن لا دايما على طول هتلاقي قبل اي كلام لا تقليد يعني بقى تقليد تقليد على طول، وايه بقى ويتعاد وكتير من المرات بيحصل في الفندق اللي بينزل فيه الفرقتين
يعني ريال مدريد وبرشلونه موجودين في نفس الفندق والغدا بيتم. هو هي دي الرياضه يا استاذ عاطف، هي المشكل في مصر تحويل كره القدم الى يعني مجال للصراع والفتنه والاستخدام والاستغلال السياسي وحتى الديني، ده المأزق الكبير. وعشان كده الزياره النهارده لها دلالة انها تخفف من غلواء هذا التعصب، وانها يعني توقف هذا المد الشديد للتطرف الكروي. لكن خليني اسالك، هل اول شيء ينعكس عليه اثار او تنعكس عليه اثار هذا اللقاء انه اللجان الالكترونيه من كل الاطراف تفقد ارضيه التعصب وتفقد قدرتها وتمويلها فيما يخص اثاره النعرات والكراهيه بين الفرقتين وبين الجماهيرين؟ المفروض انه الزياره دي بتبقى بمثابه رساله لهذه اللجان ولحتى الجماهير اللي عندها سن متعصبه، اللي هي بتحاول دايما تقف على السلبيات اللي هنا وتضخمها وتشعل النار ما بين الناديين في امور كتير قوي. ده مش حاجه صغيره، احنا لازم الاهلي والزمالك هيتنافسوا في الملعب، هيتنافسوا كتير وهيتنافسوا وهيبقى بينهم وبين بعض صراع في صفقات وصراع على 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 بطولات، لكن في الاخر تبقى علاقه بينهم. واللي بيزود هذه اللي بيزود المأساة ان احنا عندنا مجموعه من الرجال الالكترونيه وادخلوا الامور كمان هديت الفتره الاخيره قوي. احنا كنا بنشوف، احنا مش بس الرجال الالكترونيه، احنا كنا بنشوف برامج قايمه على بتزود الاشتعال ده. ما ده سؤالي بقى الثالث، وهو انعكاس ده على الاعلام الرياضي خصوصا التلفزيوني اللي هو قائم على كانه يعني في حلبه والرغبه في الانتصار لطرف دون طرف وتسخين الجمهور على بعض. هل الاعلام الرياضي نفسه تتوقع، وانت الكاتب المتخصص ومدير تحرير الاهرام الرياضي، انه ينعكس على فرق العمل داخل هذه البرامج وعلى مقدم البرامج انه يبقى ما حدث اليوم من قيمه كبيره جدا للقاء رئيسي الاهلي والزمالك وزياره الاهلي للزمالك، فضلا على انه الاعلان عن زياره قريبه يقوم بها مجلس اداره الزمالك للنادي الاهلي في مقره، هل تعتقد ان ده ينعكس على الاعلام الرياضي ولا الرغبه في الحصول على اكبر قدر ممكن من المشاهده او اللايكات او التشهيرات ستظل جوه الحلقه اشعال الغضب؟ مش هدفن راسي في الرمال، هقول انه في برامج سواء في قناه الاهلي او في قناه الزمالك محتاجه اننا محتاجه اعاده، بل بالعكس مش محتاجه اعاده ترتيب اوراق وحسابات من اول جديد، لا محتاجه يتم الغائها لانه كان في برامج قايمه على ده، فمش محتاجينها الفتره دي. احنا مفترض انه الاهلي والزمالك بيفتحوا صفحه جديده النهارده، فلازم يتبعها على طول زي ما قلت لحضرتك، دي كانت زياره اقوال رائعه، لازم يتبعها افعال اروع. نفسها الزياره نفسها فعل رائع، يعني مش بس اقوال طبعًا يعني. طبعا انا بتكلم طبعا والكلمات كانت رائعه، تتحول دي لحاجات ثانيه. طبعا هي الزياره طبعا رائعه وجميله وايجابيه، وزي ما قلت لحضرتك زياره تاريخيه، لكن احنا كان عندنا برامج قايمه على ده، قايمه على ان انا اصطاد اخطاء النادي المنافس. يعني حتى الناس ما خدتش بالها انه لاول مره فتره طويله، مثلا النهارده الاهلي والزمالك على مستوى 2005 و2009 لعبوا مع بعض، شفنا قد ايه كان في استقبال رائع من اداره الناديين، وحتى ان الجمهور اللي حضر الماتش الاهلي بيكسب الزمالك على ملعبه في 2009، وبعدها الزمالك بيكسب في 2005 5-1. بس في الاخر ايه، هنا بقى ده في الاخر ده ماتش كوره، يفوز من يفوز او يخسر من يخسر، لكن في النهايه لازم تبقى العلاقه في الاخر، المنافسه تظل داخل الملعب، لكن بعد كده تظل العلاقه الاقوى والعلاقه صحيح. الوجه الحضاري للكره وللرياضه عموما احنا لابد ان نطالب بها ونلح عليها. والنهارده واحد من يعني واحده من اللحظات الجميله فيما يخص التاكيد على الوجه الحضاري لكره القدم وكره القدم المصريه خصوصا. اشكرك جدا كاتبنا الاستاذ عاطف عبد الواحد، اشكركم والى فصل.